بيت نور الخامس مخيف حرفيا في وسط الغابة. المكان الآن جميل، لكن فلنرى كيف سيكون في الليل. في عنا الأسرار. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. التقيت بصديقاتي في بريكسل واشترينا كل ما يلزمنا للكوخ. خططنا للرحلة لشهرين واشترينا مستلزمات العشاء وفطور الصباح. كان يفترض أن نؤجر سيارة ولكننا لم نفعل ذلك، وكان هذا خطأ فادح. ففي عوض 45 دقيقة في السيارة أخذ الأمر منا ساعتين، والانتظار بكل الأغراض التي اشتريناها لم يكن مريحا. حدث شجار بسيط مع واحدة من البنات، وفي هذه اللحظة فكرت فعليا ألم يكن أحسن أن أذهب لوحدي. المهم بعدها قررت أن أستمتع بالرحلة على أي حال. منظر الطبيعة جميل جدا طوال الوقت، والكوخ قريب من بريكسل كما أخبرتكم. وهذه ريم كأنها شخصية من رسوم متحركة، قد أتصور الطريق وأنا نصور في ريم. وفي هذه اللحظة قررت أني لن أذهب مجددا إلى أي بيت نور بدون سيارة، لأنها غالبا بعيدة وحمل الأغراض متعب. المهم كان باقي حرفيا 10 دقائق ونوصل للمحطة التي يجب أن ننزل فيها. وصلنا واستعملنا جوجل مابس وأعطانا 10 دقائق مشي، لكن مع كل هذه الأغراض حسيناها ساعة. المكان بدأ يبان أنه جميل. ريم شافت البقر وحرفيا انبهرت. للتذكير ريم من الأردن. أول مرة نشوف حد متحمس أنه شاف البقر. والله نفسي يكون عندي بقرة. بقر هي 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 جايتنا جايتنا. بس هذا نوع، هذا عن جد يعني شايفة أنت قديش حجمه؟ هذه probably she's هذاك خنزير اللي قدامها تقول شيء مشي بقرة. يعني شكلهم هيك بقر خنزير. خلف الكواليس behind the scene، هذا خلف الكواليس. we're tired لكن متحمسات. شوفوا رانا في وسط الطبيعة وعندنا منظر على البحيرة. كان في إسطبل أحصنة قريب من لوكيشن الكوخ، والكثير من الأشجار، والفرحة كانت عندما وصلنا. بما أننا نعتمد الحقيقة وصلنا الآن. عندكم مهمة يا بنات. شو؟ علبة المفتاح. قال لك خلف الكابان وين؟ لا قال لك أمبواتي. ويت وتخوفي أمبواتي كادنا فيكسي على الأغيار دو لكابان. وين الأغيار دو لكابان؟ من هي ولا منا؟ والله غير إسكيب جيم. وراه المفتاح دائما دائما. هي كابات أصلا. لا كادنا اللي هو قفل الكادنا قفل ورا القفل. yeah where is my my laptop. يلا ابحثوا عن شيء فيه بالكود. خلف لكابان لقيت بس فيه اشياء حرام. يا حي صحه قرارات حرام. نو مي اسكو يا شوفي قرا ايش قال لك. فتخوف غير ان بوتي وين كادنا بوتي كادنا فيكسي على غير دو لا كابان. وين راه لاغير دو لا كابان؟ وين راه لاغير دو لا كابان يا سا او بيان دو لوت كوتي برا برا دو مو بوتي. ما اون برا هذيك يا اخي نلعبوا معاها احنا. هذاك التليفون مانيش خدام مخي لاغير دو لا كابان. بس شوفوا رانا وراه الدرون. I forgot my drone. نسيت الدرون تاعي. خطأ. وين؟ صبتيه؟ اوكي. شوفي لنا الباسورد. 08 08 4 2 I would have never found it. معليش. wait. yay. we found the key thanks to Reem. شكرا. تخيلوا يسقط في البركة. ايه
لا لا بعث لي ايميل. والان خلينا نشوف الكوخ من الداخل. اول ما تدخل الكوخ راح تحس انه كوزي، المطبخ جميل والغرفة نوافذها اللي تطل على الطبيعة وايضا تطل على الصالة. هذا الحمام بدون باب فكان محرج الأمر قليلا، لكن عادي. كان الشعور جميل لما تدخل مباشرة على الصالة. الكنبات تحول إلى سرير، فالمكان يأخذ 4 أشخاص. حبيت انه المكان عند الحجز يعطيك بريكفاست، فيه مربى، عسل، كرواسون، خبز وعصير تفاح، وكلها بايو طبيعيه. نو اوبريشن، نحطوا ذا ثينجز ذات وي بوت ان ذا فريج. شريمب، اليوم عشاء ما فطرناش، سو وير هانجري. عبكم طلبتم مني في الفيديو السابق ان اتكلم بالعربيه، ومنه قررت انه هذا البيت بيت نور الرابع، بما انني لم اصوره راح نديره لكم وراح نعمله بالفصحى. ومنه احنا شرينا جمبري باستا واشياء اخرى. مهم بريكفاست في الطبيعه روعه. اشترينا خبز وموز والاشياء اللي حطيناها في البراد مثل الاجبان، بيض للصباح، افوكادو وطماطم ومشروبات غازيه وسناك للسهره. غرفة النوم فيها باب حطب لكن تحس انه زيادة. المهم جميل، تخيلوا الاستيقاظ على هذا الاخضرار. خليني نعمل لكم جولة في الخارج، ناخذكم لمكان اكتشفته. شكل الكوخ بصراحة يخطف الأنفاس، وهذه الطاولة عرفت إنه نحن نتعشى فيها. هنا سنشعل النار. هذه سارة، هناك الأشجار ذكرني في الحديقة السرية اللي هو رسوم متحركة من سبيس تون. حرفيا حزينة أني نسيت الدرون، لأني like العين المجردة تشوف، ولكن الدرون يعطيك نظرة عن المكان اللي أنت فيه. بصراحة يعني هيك اخضرار الربيع جميل جدا، مليح أنكم تخرجوا وتتمشوا رغم أنه مخيف قليلا. كاين هنا إسطبل الأحصنة، كاين بقر، فانك تنام في مكان كهذا، شوفوا العصافير سمعوا، وتستيقظ في مكان كهذا حرفيا رائع. خلينا نروح نبحث عن ريم، شوفوا الطريق، شوفوا، تذكروا الرسوم المتحركه الحديقه السريه اللي تقول لحديقتنا في قريتنا باب ولها اسوار لا يعلم احد ما في ريم لحديقتنا باب ولها أسوار لا يعلم أحد ما فيه تخفي عنا الأسرار. شفت شيء يتحرك؟ What؟ شفت حشيش يتحرك؟
خفت. إذا مش عارفين، أنا زوفوبيك، يعني عندي خوف من أي حيوان أو أي حشرة في الكرة الأرضية. منظر الكوخ من هنا بصراحة جميل جدا. ريم، لما حطيت على انستغرام قلت لهم هذه الرحلة هتكون رحلة بنات، everyone was like بدنا نجي معاكي، نور خذينا معاكي. So I hope احنا شوفي في نار برا، بدنا نشعل النار في الليل، في طاوله، وبما انها ليست تمطر غدا فطور الصباح سيكون في الخارج. انا شفت فيديو هنا اصحاب المكان حطوا لتحت طاوله هناك ايه؟ وتدلوا لا حطوا مكان وحطوا الاكل هنا. That's cool as well. بس راح يكون يعني شوي a lot. بس we can have like our morning coffee there. حلو حلو. حموت الفرحه. لا لا شفتوني الغامر، شفتوا بيت نور الثالث بالنسبة لكم كان مخيف، بالنسبة لي ما كانش مخيف. بيت نور الرابع من أكثر البيوت المخيفة، صح يعني حسيت بالخوف. هذا البيت لو كان كنت جيت وحدي صح كنت راح نحسه مش سيف ومش آمن، ولكن هالمرة جيت مع البنات. يعني أنا ناخذ مغامرات ولكن مش يكون هالمغامرات، راني مع سارة معايا من الجزائر، عندنا ريم أردن، وعندنا غادة تونس. ف قلت لكم يعني انا ناخذ مغامرات ولكن نخاف على روحي شويه. كاين بيوت يعني شويه مخيفه، يستحسن انه الواحد يكون مع الاصدقاء. شوفوا عملت غلطه، يعني على بالي عندي 80% من الناس اللي تابعوني بنات. في يوم من الايام منذ اسبوعين كنت قاعده في امان الله، واش درت؟ رحت قصيت شوشه الغره بالعربيه الغره، وانا عندي شعري ويفي، ومنه اذا شفتوا شعري خارج اتس قصير مش راح يحكم، يعني ويفي لكن غاد، كيف نقولوا غاد؟ حريري. شعري حريري ف قصير وينزل. المهم جعنا الخاوة، حين ناكلوا هو انا حناكل، تيم 1 راح يطبخ. الكوخ فيه العاب وكتب، اغطية زيادة، ويوغا ماتريس. وهذا الفرن الذي لم نعرف طريقة استخدامه، وكاد الكوخ أن يحترق حرفيا. البنات قعدوا يتصوروا شوية. سبيس تون دايره حالة. يا بنات ما رأيكم في طبيعة بلجيكا؟ حلوة وجميلة. باهيه على الاخر على الاخر. شابة بزاف فور وبالزور. حكيت انه مقتبس من سبيستون، مشابه بين جد هايدي وميكس كمان بين ريمي والحديقة السرية. ترو ترو ترو. لحديقتنا في قريتنا باب. gonna tell you something. tell me. yes. احنا أي. هنا أي. هنا اوكي. انا اي بيت اقوم بكرائه اسمه بيت نور. I don't care. احنا we are co-renting this place بس it's بيت نور. اوكي. طيب what's so انت مش ضيفنا وتعملنا العشاء بديمو بيتك انت؟ لا العشاء على نور. جعت. احنا وش درنا؟ رحنا شرينا باستا. لا. هما الاثنين يحبوا صوص بيستو واحنا الاثنين نحبوا صوص طومات. طومات كل واحد يطبخ عشاء، كل اثنين يطبخوا عشاهم. اكزاكتلي يس. وكاين الفاير رح نشعلوا النار. على هاي الحالة اسمه بيت ريم ونور وسارة وغادة. بيت بيت كل واحد بيت البنات. بيت البنات لأنها شقناتي بيت نور، كل واحد يسمي بيته ما كما يريد. ماشي المهم جعتوا ولا ما زال؟ والله جعت. جعت الجوع. طبخ الشريمب، حان وقت الغداء. نعم المكروني شرينا لي صوص صوصيز، اشترينا البوكنا. قالوا لي ديري فيديو بالعربية، جيني أسهل لو نحكي. يا يعني نهضر لكم بالجزيرية وما تفهموا والو، يعني رايحة رايحة للترجمة. يقولوا لي كنت تحكي بالجزيرية وتكتب لهم اللوطة بالعربية. ما هم ما حبوش يقراو، قال لك ما نقعدوش نقراو، نشوفوا ولا نقراو. بات إنه أي شخص راح ياخذ غادة في الحياة فهي الشيف. كل سبعة صنعة. ماهرة. وأنا ما عملت هذا الفيديو تحت أي ضغط من الضغط. والله نسيت ناخذك. يم يم يم. بنا بنا.
اما جي لامبريسيون اللي شويه لنا ميام ميام ميام. ما هذا ما هذه اللذه؟ باستا بالجمبري بالجمبري في كروفيت، وهما ايضا صوص بيستو وحنا صوص روج حمرا. واش درت؟ رحت شعلت هذا ودرت فيه درت فيه الحطب لداخل. هما ما فهموناش لايك كيف يشعلوه، ولكن خطا هذا واش نقدر نقول لكم، خطا خطا خطا. حتى جات ريم قالت لي النار. المهم الجوع بينما يجهز الاكل. ها هي موزه بدها تاعنا خلاص نور تاعنا مازال ما طاب. كاين جيران يا اخي وين تحطي كل واحد فيه طبسي زعما اصلا كملتو وي صح شديها كاين تحت بلاص غير ورق خلاص هكا مليح المقرون لا طاب اوكي هذا يا بابوكو زيد قلت كي لا طاب اوكي انا حلول سقي المقرونه اثنان بالصوص البيستو واثنان بالصوص الحمراء بالصوص الحمراء اون بليس طحنا انا وساره نحبوا المقرون. تحبي انتي الباستا؟ انا بحب كل شيء. العشاء كان ألذ باستا ناكلها في حياتي، وبصراحة أحببت كثيرا الجو مع البنات وجو الطبخ والضحك. ذوقي معاه كل واحد يذوق قدام لي بعضها اخطا سياوة انتقمتي؟ لا انا بنتقم لحالي لا بنينة بنينة قلتكم وما صدقتونيش خفيت ما نحبش نشرب ندوز ندوز تتجوز لا لا تحب تتجوزي زعما الجازوز بالماكلة تحب تشرب خلط ما تحبش تخلط. الكوخ فيه أضواء للزينة، وكلما أظلمت أكثر كلما أصبح المكان أجمل. استمتعنا بالعشاء في الجو الجميل حتى أظلمت، وقررنا إشعار النار. تليفونك وغير يطيح جابت شوي نار شعلة طلع هكا اصبر 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 اقول لك نعرف نعرف لا حط شوية فحم بعضه هاني حطيت محاولة اشعال النار درناهم قاع من الفحم مرينا هذاك انا شو كل مرة نتعلم نشعل النار مختلفة وبدا وبدا خلاص سي بون شوفوا سي بون سي بون. واخيرا اشعلنا النار، صورت لكم الأجواء قليلا ثم بقينا نتكلم في الخارج. قامت البنات بإحراق المارشميلو وشخصيا لا أحبه إطلاقا. ثم حان وقت النوم. هذا المنظر من نافذة المدخل بصراحة كان سيكون مخيفا لو كنت لوحدي، وهذا المنظر من نافذة الغرفة. استيقظت على 7 صباحا لوحدي وكانت تمطر. لبست حذائي وخرجت للاتصال بأمي، واستمتعت بالمكان لساعة قبل استيقاظ البنات.
the cold. You bring it on. I'm telling you no, but you just wait, 'cause I know where it came from. Where'd you go from? I just don't. صباح النور اوفيشالي. هذا وين استيقظوا؟ هاي ما يخرجوش بلا قهوه، بيزار. هيا نتمشاو شويه، سكروا مع ما عندهمش اليدين، سمعنا اللي لازم نسكر نستكشفوا المكان. مغلوقه الطريق منا، شوفوا واش كاين، راح نشوفوا الابقار ونرجعوا فور بريكفاست. يخرج العروسه من دار باباها. يو 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 يو. قررنا الاستمتاع بالمشي صباحا قبل فطور الصباح لان المكان كان جميل. مشينا وتكلمنا وغنينا أغاني سبيستون، وفكرت أني يجب حقا أن أسافر مع بنات أكثر. بالطبع رجعت لاسترجاع هاتفي. الأمل جهد عمل. ترارا. كانوا يغنوا في سبيس تور. تلك الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألمًا عشنا. نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقًا فسنحيا. روميو صديقي أحد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأعداء. علمنا الا نخشى الالام. ريم وافكارها قالت لك حديقه سريه، رحنا حديقه سريه، دخلنا كاتبين الفقاة انتبهوا ان يبقى كلبنا في الحديقه من فضلكم، يعني غير ما تكملوا. او ماي جاد ريم، استكشافاتك نو مور. تودينا نو مور. ريم حرفيا شافت الدرج وقالت لنا هيا نصعد نكتشف، وكان حديقة خاصة بدون أن نعرف. بصراحة خفنا أن يجري الكلب وراءنا. أكثر ما أحببته كثيرا في طبيعة بلجيكا هو الأشجار الكثيرة التي فيها زهر جميل. والآن العودة لفطور الصباح. ممكن ديري غير قاط مخصوص. سو حان وقت البرانش. هذه السله هايله. شتيها شتو؟ هذا شنو؟ اخضر. ايه لازم تصحى. هذا نحي هو داخل يهبط، عاود يرجع يحطيه في هذا. لا 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 مسخه. اه مسخه الطماطم. هذه الطماطم جميله ولكن نقول لكم سعرها بالدينار الجزائري 300,000 للكيلو. تي ترونكون نو واي. هذه يعني 15 يورو للكيلو. بصح بنينه عجبات فيها. ايه نحبها طماط. لا طماط اون جينيرال نحبها. ماما وهذه سيريز عندها غو شويه سبيسيال. قلت لها لماما ما حبتش تامنني، ومن بعد واحد النهار شكون قال لها خضر، قالت لي اه كاينه منها. اسمعي تعرفين الفور نو؟ بصح وي كان تراي. اوكي هيا نشوفوا هذا الفور. بون ايش قال لك؟ نسحقوه من الفوق ومن تحت. من تحت برك، من تحت ومن من الفوق. الوغ من تحت هاي صحة 80 دوغري. لا لا قليلة 120 120. شوفوا إلى جيتو خيرت منا من تحت في الميل الأخرى، وهنا ديروا درجة الحرارة. هاي شحال نديروا 120 ولا 180؟ ديري 180 صحة
هذا كرواسون بتي بان اخضر. اوه هذا الخبز داكش لازم نشرو خبز حتى الماء يبان صحيه بشويه ما نعرف ومن بعد يسخنوا. فاين شوفوا هاميك دوزال البريكفاست. خلي ناخذوا هذه حطي فيها الماء الساخن. جيبي البيض. شكون ياكل بيض مغلي؟ ايه وانتيا غير انا وياك. كم بدنا كم انا وحده انا وحده. اعطينا البيضه يا ريم. طلعي اثنتان. هيا هيا يا نور اننا نطلع البيضه. واحد اوكي نشعلوا الفرن 8 شنو هي هذا البخار. نص يحبوه مخلط وانا نحبو اوبلا، ولكن هذا لا يمنع اني راني رايحه نعض معاكم عضله عضله. لا لا قال لك عاند ولا تحسد. كل واحد وطبسيه في الحقيقة قاع ناكلو من بلاصة قاع. شاي بايو وشو شاي الرمان صح. هذا بلا سكر ما نقدرش نشربو. انا نورمالمون نشرب شاي بلا سكر بصح جاك مارك بيزار شي مولفة بالبيو. طيب. لا طيب يعني مش ناضج اكزاكتلي جوغ كيما هذه تديها زعما نقولوا للجزائر وتحطيها في الماء ما تخسرش حاجه باسكو هي ديجا راهي جديده. ايه سورتو هذه هاي قال لك تيك توك ولا منصه تعليميه. انا شفت فيديو قال لك الافوكادو هكا باش ما تخسرلكش حطيها في يد الماء وتشد لك اسابيع. سو ام غانا تراي. شفت كيفاه يزرعوا الافوكادو؟ ماما ضربتها نتحد حالا. انا ماما ضربت البطاطا الحلوه من قبل. اي اي ولا تمام. انت امك تحب الزرع شفتها كيما ماما. حتى انا طلعت لها انا منزال لازم ندنيش البيس كيما اللي في دار في ديسكوسيون. شنو هو؟ ساعة على ساعة تهربي ما تفهمش الاخر اللهجة. سمحي لي حنا على نفهموكم بصح التونسية الوحيدة اللي ما تفهمش الجزائرية. نفهم تمام كي تتحمس في الجير ما عادش نفهم. بتطير بتطير تحت تلاقي ملاها تقولي تبحر في الدرا شنو؟ انا بالنسبة لي البحر يعني تغوص. لا لا تبحر كاينة منها حنا نستعملوها. لا انا تعرف شنو هو البلو غاف؟ جزيري بلاس تونسي بلاس اردني خاطر مش البارح كيما البارح قول لها حس فيك فاشله تقول لي انا فاشله. لازم الترجمان وانت ما فهمتيهاش بلي ما فهمتهاش. اه بالضبط ما تقول لي فاشله عرفت. انا البيض نديه منكم اسمحي لي معجون شباب. شوفوا شوفوا شحال كيوت معجون مش ماشى طفله انا طفله نموت عليه قراب والله. شوفوا انعكاس الشجر والمطر صراحة جميل. أخذنا البريكفاست وجميل مشينا يعني مثل بيت نور الثالث. شفتوا لما طاح الثلج طاولة كانت على برا فتشمخت لكن هذه الطاولة مغطية
فصراحة جميل جدا. وهنا كاين هذا الضوء مش عارفه الا راكم تشوفوا فيه هنا. نخلي ايضا الانعكاس في الليل. بصراحه شوفوا لما تشوفوا هذا البيت هذا البيت اسمه لا كابانا فافا في بلجيكا. تقريبا في الباص اخذ لنا ساعتين لكن بالسياره ياخذ لك تقريبا 45 دقيقه او اقل. ف بصراحه جميل يعني رائع رائع رائع. وما ادريش وحدكم لانه يخوف شوي فاثنين فما اكثر. واصلا يعني ياخذ اثنين احنا جينا اثنين وزدنا اثنين. البنات حزينات حان وقت الذهاب. انا كانه تعودت على كما نقولوا ليفين بيوتيفول بليسز فذاهبتني الان. شوفوا ما طلعتوش في البابور هذاك في القارب. اسمعي صباح صباح صالة صالة صباح كنت لايف قلت لهم يا شوفوا قورب ما عرفت وشنو هو شيء تاع قوارب كيف نقولوا القارب. انا اقول لهم قورب لا لا بصح هذا تلمو صغير ما تقدريش تقولي له ما طلعتوش فيه بصح وقت اغلاق الباب. يلا استناوني راح نحط المفتاح ارجع المفتاح مكانه. يرجع يلا باي كوخي العزيز باي غابتي العزيزة. اوكي عندنا تقريبا 10 دقائق مشي للباص. انا شخصيا كنت نفضل بالسيارة لكن يلا خليها البيت نور القادم. ذهابا حبسنا عند البقر ايابا حبسنا عند البقر نحبوا البقر. هيا بينا بقر اوكي ساره قال لك عندما تختلف البلانز هم حابين والله انا حابين نروحوا الاماكن السياحيه احنا حابين نروحوا مقضيه هذه شوبينج من هو يا نروحوا للفندق اولا. حلقه بيت نور جديده تاع بروكسل قلت لكم يعني من اجمل الفنادق اللي نزلت فيها في بروكسل بروسل. فالفيديو القادم راح يكون في هذا الفندق اللي رايحين له الان. يا ترى ماذا سيكون؟ This is where I should belong.